هنبدأ دلوقتي في قراءة الـ questions بتاعة chapter 9 في قصتنا The Queen of Death. وطبعا شفنا في أحداث القصة دي بعد ما سمعنا الشابتر إن طبعا في الشابتر 8 كان صلاح الدين في لوكسور واللوريز وكده، وهيبدأ يطلع وراهم عشان يشوف العصابة أو الجانج. طبعا في الشابتر 9 بقى رجعنا تاني للقاهرة، وطبعا مع ليلى وإنسبكتور أحمد عباس، وهم بيدوروا على كريستين فارو اللي طبعا المفروض مخطوفة أو العصابة محتجزة في مكان ما في القاهرة. فهنشوف طبعا في الأحداث اللي تشابتر ده فعلا ليلى قدرت توصل لمكان ربما يكون موجود فيه كريستين، وهنشوف إيه الأحداث دي، بس لسه معرفناش هل هي ولا مش هي. أوكي إيه، طبعا بنبدأ بالأسئلة العادية الأول. نمبر 1، who was searching for Christine؟ حلا أحمد and Leila were searching for Christine Farr. Okay. Who were the policemen questioning in Cairo? كانوا بيسألوا مين؟ محمد؟ All the shopkeepers, especially those who sold cigarettes or food in small street shops. Great. Where did Layla and the policewoman working with her go? ليلى والنساء الشرطة راحوا فين and why؟ حلا هلا. They visited the small markets in the parts of Cairo where Europeans Europeans اللي هم الأوروبيين يعني lived. lived as the servants who work for the Europeans or Europeans often shop in these markets in the afternoon. Great. طبعا كانوا بيدوروا في المحلات البقالة الصغيرة في المناطق اللي القاهرة غالبا بيعيش فيها الأوروبيين. Number four, what do servants usually do with new servants؟ محمد، كانوا بيعملوا إيه مع الخادمات الجديدة، واحدة لسه جديدة ما عرفوهاش؟ They are always friendly. They smile at Layla, acting as a servant. اوكي طبعا ارحمكم الله. طبعا هم دايما ودودين مع اي خادمه جديده جايه مثلا من الريف انها تشتغل في القاهره، فطبعا هم سمايلد ات ليلى، ليلى عملت نفسها خدامه وعشان تحاول تعرف منهم معلومات. نمبر 5، what was most of the conversation between the servants in the market about؟ يا ترى المحادثات كانت ما بين الخادمات بتدور عن ايه؟ حلو. Most of the conversation was about prices and wages. wages اللي هي الأجور أو اللي هم بياخدوها. Number 6, what do servants do if you ask them about their work؟ لا، الخادمات دول بيعملوا إيه لو أنت بدأت تسألهم عن شغلهم تفاصيل بقى وبتسأل أسئلة كتير؟ محمد، If you ask them about their work, they become suspicious and they and tell you nothing. اوكي طبعا بيبداوا يشكوا ومش بيقولوا لك حاجه. طبعا ده اللي ليلى عملته، انها قعدت في وسطهم وما سالتش حاجه، كانت بتسمع وبس. هو اس فاطمه حالا A young servant working for the for a European European man a foreigner، for دي خادمه من الخادمات، وكانت طبعا عرفنا في الشابتر انها بتشتغل عند رجل اوروبي. واخدين بالنا a European رغم انها بدأ بالاي ولكن حاطين قبلها a not an، لان هنا يو حرف اللي هو صوت حرف الواي، والواي is not a vowel it's a consonant، عشان كده قلنا a European man or a foreigner. تمام. نمبر 8، what did the woman ask Fatima about؟ في واحدة من الخادمات سألت فاطمة عن حاجة، what did she say؟ وهي ردت عليها قالت لها ايه محمد؟ About the sick European woman, she said, I think she's still there. She hasn't been out of the bedroom once. طبعا كانت بتسأل عن المرأة الأوروبية، طبعا عرفنا إنها كانت مقفولة عليها في حجرة. طبعا خادمة أو فاطمة كانت مفكرة إن ده نوع من أنواع العز، يعني إن جوزها بيعمل كل حاجة وهي قاعدة طول الوقت في حجرة النوم.
وقالت لها ان طبعا هي لسه في حجرة النوم وهي عمرها ما خرجت بره حجرة النوم ولا مرة. Why did the woman laugh؟ يا ترى الستات او الخادمات ضحكوا على ايه؟ حلا As Fatima told them, the foreigner lady's husband did all the work in the house for her. ضحكوا على ان الزوج الليدي دي بيعمل كل شغل البيت وهي قاعده في حجره نومها. نمبر 10، what was Fatima's job at the house of the European man؟ يا ترى كانت مهمتها ايه فاطمه في بيت الراجل الاوروبي ده؟ محمد. الروم was to do the shopping and clean the kitchen. اوكي، طبعا وظيفتها كانت انها تعمل الشوبينج، تتسوق للحاجات البيت وتنظف المطبخ بس. What did Layla do when Fatima left the woman؟ يا ترى ليلى عملت ايه لما فاطمة قامت ومشيت سابت الخادمات؟ حلا Fatima stopped. لا no. أقصد she said goodbye and followed Fatima for about 10 minutes. طبعا قامت وراها لان بدأت تشك يا ترى مين الست المقفول عليها في أوضة النوم دي. على طول طبعا جه في بالها ان هي كريستين. نمبر 12، where did Fatima stop؟ وقفت فين فاطمة؟ who opened the door؟ ومين اللي فتح لها الباب؟ محمد. فاطمة stop. طب In front of an old house and knocked at the door. a very careful man opened. طبعا وقفت قدام بيت قديم كده وخبطت على الباب، وراجل كده حريص قوي عمال يبص يمين وشمال، يعني كان مثير للشك طبعا، هو اللي فتح لها الباب. 13، what did Layla do after seeing the man؟ يا ترى ليلى عملت ايه لما شافت الراجل اللي فتح لليلى؟ حلا ليلى hurried to a small shop at the end of the street and found Chief Inspector Ahmed who arrived with two policemen. طبعا راحت على طول لأقرب محل. طبعا أحداث القصة زمان بقى قبل الموبايلات وكده، فطبعا راحت لمحل صغير كده واستخدمت التليفون، كان ده شائع جدا، كل المحلات كان فيها تليفونات بفلوس طبعا للناس، واتصلت بيه على طول الإنسبكتور أحمد ووصل على طول هو ورجلين شرطة معاه. نمبر 14، what did أحمد say لما وصل لليلى؟ قال لها إيه؟ محمد. They had to make certain it might not be Christine. كريستين. Perhaps it was a sick woman. تمام، طبعا هو قال لها ان لازم يتاكدوا ان فعلا الست اللي مقفول عليها في اوضه النوم دي انها كريستين فعلا، مش ست مريضه يعني. نيكست كويستشن، وات ديد احمد اند ليلى دو، عملوا ايه؟ حلا They sat in the car waiting till Fatima came out of the house again just after 5 o'clock with a basket in one hand and a bunch of keys in the other hand. تمام، كانوا In the مستنيين. other. اوكي، قاعدين مستنيين لحد الساعة 5. خرجت ليلى الخادمة يعني، وفي ايديها باسكت و بانش اوف كيز، يعني ميدالية كده مليانة مفاتيح. What did ليلى show فاطمة؟ What did they ask her about؟ يا ترى وريتها ايه وطلبت منها ايه؟ محمد. She showed Fatima her police identity card. They wanted to ask her about the man she worked for. Great. How did Fatima know the person in the room was a woman؟ يا ترى عرفت فاطمة إن الست اللي جوه أو الشخص اللي جوه الأوضة ده ست منين، ما دام هي ما خرجتش وما شافتهاش؟ حلا She heard her crying and she knew the sound of a woman crying. تمام. Questions كتير. Okay. How long has the woman been or been in the bedroom؟ بقالها قد إيه في الحجرة جوه؟ محمد؟ For about 5 days since the previous Friday. تقريبا من يوم الجمعة الماضي.
Why do people buy bread twice a day in Egypt؟ بنشتري عيش مرتين ليه في اليوم؟ حالة؟ Due to heat in Cairo, bread doesn't stay fresh. In the morning, people buy bread for breakfast and lunch, then buy more fresh bread in the evening. طبعا أكيد ده قبل الثلاجات يعني. أوكي 12. What does the foreigner do every day between 5 and 7؟ بيعمل إيه من الساعة 5 ل 7 كل يوم؟ محمد؟ He locks himself in his bedroom every evening between 6 and 7. بيقفل على نفسه. أوكي What did ليلى want from فاطمة؟ ليلى كانت عايزة إيه من فاطمة؟ To help him find out more about the people she was working for. working for. Okay, what did Layla suggest؟ اقترحت تعمل ايه؟ What was Fatima's reaction؟ ورياكشن فاطمة كان ايه؟ محمد. Layla suggested taking the bread back into the house. Fatima was not happy about it, but finally she agreed. طبعا ليلى كانت هتاخد العيش ترجع بيه وكأنها يعني الخادمة، وفاطمة كانت خايفة أو قلقانة يعني. What did ليلى want Fatima to tell her about before going to the house؟ كانت عايزة تقول لها إيه؟ She wanted to know where the man's bedroom was and where the bedroom with the woman in it was too. طبعا كانت عايزة توصف لها البيت عشان تدخل على غرفة النوم بتاعة الليدي عشان تتأكد إنها كريستين، وما تخشش الأوضة التانية اللي الراجل قافل على نفسه فيها. طيب وصلنا للكوتيشنز، مش هنحاول نقرأ كل ده عشان التايم. أوكي خلينا نقرأ مثلا نمبر 4. محمد، she hasn't been out of the bedroom once، ما خرجتش ولا مرة من الغرفة. Fatima to one of the women who asked her about the sick woman in the locked room. اوكي جميل. I'm not allowed in there، مش مسموح لي ادخل. The door is always locked. ها حيا حلا. Fatima to one of the servant women, she couldn't enter the room where the European woman was locked. جميل. My job is to do the shopping، وظيفتي بس او مهمتي ان انا اعمل الشوبينج and clean the kitchen. That's all، ده كل حاجة. محمد Fatima to the servant woman, she showed that her only tasks were shopping and cleaning. تمام. But we must make certain، لازم نتأكد. حلا. Inspector Ahmed to Layla, when she told him about the sick woman in the house of the European European man. man. Okay. I must get inside. لازم أدخل inside the house and find out who she is. وأتأكد مين هي. محمد. Layla to Chef Inspector Ahmed, she wanted to make sure that the sick woman was Mrs. Faro, so she had to enter the house herself. اوكي The house herself. تمام. طيب ماشي. اوكي and what about the woman in the bedroom؟ حالة. Inspector Ahmed to Fatima inquiring يعني يتساءل متسائلا. about the woman in the locked room. Okay, but if you haven't seen her, how do you know it's a woman in Muhammad؟ لا لو انت ما شفتهاش انت عرفتي منين انها امرأة اللي جوه؟ محمد. Inspector Ahmed to Fatima in caring inquiring. inquiring about the woman in the locked room. تمام. I've heard her crying and I know the sound of a woman crying. حلا. Fatima said that to Captain Ahmed when he asked her about the woman
and how she knew that the locked person was a woman she knew from her crying. Okay. Are those the keys of the house? هل دي مفاتيح البيت؟ ليلى محمد؟ to Fatima. She wanted to take the keys and go to the house herself to make sure of the woman. Okay. Will you help us? هتساعدينا؟ هلا. Layla asked Fatima. She wanted her help to enter the house and make sure that the woman is Mrs. Farrow. Okay. It is the easiest way of getting into the house. دي أسهل طريقة ندخل بيها البيت. محمد؟ Layla to Captain Ahmed when she wanted to take the keys and enter the house of the Foreigner foreigner herself. herself. طبعا أسهل طريقة تدخل بيها البيت بنفسها. ماشي.